فضيلة الإمام، بالأمس تحدثنا عن الجنة وما بها من نعيم، الآن نتحدث عن النار وما يقرب إلى النار. قبل أن ندخل في تفاصيل وصف النار، ما الذي يقرب إلى النار وبئس المصير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس تدخل الجنة إلا من أبى. واحد مش عايز، فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كنت لي كلمة في بعض برامجي أقول وكأننا نتتبع، وكأننا حالنا يقول إننا نتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مخالفته. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخيانة وقال بئست البطانة، فإذ بكل ما يجري في المجالس يكون عند أصحاب المصالح في ذات الوقت. هذه خيانة، والناس كأن الخيانة هي الأصل، وكأن الخيانة هي التي ستدخلهم الجنة.